ماشي غشار وصل قبل شوط الجول الاولاني للنادي الاهلي. الاهلي بيصلحها لصفوت عبد الحليم جول جول وبيلعبها حلوه لصفوت ناحيه اليمين وصفوت عاليه يخش مصطفى النبي طاح السيرد باك ولعبها بدماغه حسن حمدي ينقلها ناحيه الشمال قلت شويه لكن معلش بس مبروك بيلعبها يا شريف. شريف تروح للباك رايت السكري يخش فتحي بدماغه لطاهر الشيخ طاهر لحسن حمدي ماشي ماشي حسن يبص مين الفاضي بيلعبها قدام تصيب وتروح للصفحه تحت. مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. أكيد هنتكلم النهاردة في أمور عديدة مهمة جدا جدا بخصوص مباراة الأهلي وفريق أوفاق ستيف في دور أو ذهاب دور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. هذه المباراة الهامة جدا إن شاء الله النادي الأهلي بيسعى من خلالها أن يوصل لنهائي البطولة ويحقق البطولة رقم 9 من حيث بطولات دوري أبطال أفريقيا في تاريخ النادي الأهلي. إن شاء الله نتمنى النادي الأهلي يكون موفق في هذه المباراة. هنتكلم عن المباراة دي بكل تفاصيلها وخصوصا النهاردة آخر مران بالنسبة للنادي الأهلي هيكون في تمام الساعة 6 بعد ساعة من دلوقتي وهو المران الأخير اللي هيستقر من خلاله طبعا مستر باتريس كارتيرون على الطريقة والسيناريو والتشكيل اللي هيلعب بيه بمباراة الغد إن شاء الله اللي هتكون الساعة 9 في تمام أو في استاد السلام بالقاهرة وأكيد ده هيكون مباراة مهمة جدا. لكن في البداية طبعا لازم ننعي وفاة نجم كبير جدا من نجوم النادي الأهلي ورمز من رموز النادي الأهلي طبعا كابتن صفوت عبد الحليم اللي وفاته المنية بالأمس بعد حادثة يمكن حصلت في المنزل عنده حريق كده ماس كهربائي وللأسف يعني ربنا يرحمه أكيد ده تعددت الأسباب والموت واحد. كابتن صفوت عبد الحليم ربنا يرحمه أكيد كان رمز كبير جدا من رموز النادي الأهلي وكان أحد اللاعبين المهريين. دي طبعا لقطات من الجنازة بتاعته النهاردة اللي كانت عقب صلاة الظهر مباشرة. يعني كابتن صفوت عبد الحليم ليه تاريخ كبير جدا مع النادي الأهلي وتحديد في فترة السبعينيات توفى عن عمر يناهز 68 عاما وزي ما احنا عارفين طبعا كان من الناحيه المهاريه والناحيه الاخلاقيه كالعاده اي لاعب من لاعبي النادي الاهلي دايما عندهم الناحيه الاخلاقيه بتبقى عاليه جدا واكيد الناحيه الفنيه كمان عند كابتن صفوت عبد الحليم احد نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر في السبعينيات. كان انضم للنادي الاهلي وهو عنده 11 سنه في عام 63 ولعب اول مباراه ليه مع الفريق الاول في 12 ابريل 68 امام منتخب الجيش العراقي وكان بيلقب طبعا بالمايسترو الصغير. يعني كانوا بيقولوا ان هو خليفه للكابتن صالح سليم طبعا المايسترو الكبير ورمز كبير جدا من رموز النادي الاهلي وكان متواجد في جيل التلامذه اللي كان بيضم العديد من المواهب في هذا التوقيت وكان تحت قياده مستر هيدي كوتي لو كلنا طبعا اكيد كلنا عارفينه. طبعا كابتن محمود الخطيب كان متواجد النهارده في الجنازه واكيد يعني خبر حزين جدا لكل الاهلاويه وكل المصريين بشكل عام اللي بيحبوا كره القدم لما يكون نجم كبير طبعا زي كابتن صفوت عبد الحليم توفى امبارح. ان شاء الله نتمنى له الرحمه والمغفره وان ربنا يسكنه في فسيح جناته ان شاء الله. ويمكن هو حقق 9 بطولات مع النادي الاهلي على مدار تاريخه 7 دوري و2 كاس مصر وخد احسن لاعب في مصر في موسم 75-76 دي كانت اول مره وموسم 77-78 دي كانت تانية مرة في ظل وجود عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين جدا في هذا التوقيت وكان أبرزهم طبعا كابتن محمود الخطيب كابتن مصطفى عبده كابتن طاهر الشيخ من الزمالك كان كابتن حسن شحاتة وكابتن فاروق جعفر وكابتن علي خليل. فبالتالي أكيد يعني ربنا يرحمه ويغفر له يا رب كابتن صفوت عبد الحليم. نروح سريعا لكابتن عبد العزيز عبد الشافي مدير الرياضي للنادي الاهلي واللي اكيد كان متواجد فترات كبيره في الملاعب مع كابتن صفوت عبد الحليم. يا كابتن زيزو مساء الفل عليك. اهلا مساء الخير يا امير. البقاء لله طبعا في وفاه كابتن صفوت عبد الحليم واكيد خبر حزين بالنسبه لنا كلنا كاهلاويه وكمصريين بشكل عام يا كابتن زيزو. أكيد طبعا احنا لا نملك أمام الموت غير إن احنا نقول إن لله وإنا إليه راجعون. صفوت كان شخص متميز جدا وكان فريد في كل صفاته يعني. يعني كان فريد في أخلاقه، كان إنسان هادي مؤدب يحترم الناس. في مهاراته كان فريد جدا لأن يعني
احنا كنا بنتفرج عليه ونستمتع بيه وهو في التمرين معانا. صفوت كان انسان جميل قوي في صفاته كلها. الله يرحمه ويحفظه. وطبعا يعني بنتمنى له الرحمه من الله سبحانه وتعالى ويعوض اهله خير ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ابرز مكان يميز كابتن صفوت عبد الحليم يا كابتن زيزو، وانت اكيد يعني عارفه من الناحيه الشخصيه والناحيه الاخلاقيه وكمان الناحيه الفنيه في الملعب، عارفه بشكل كويس جدا يعني. صفوت انا زميلته يعني من يوم ما دخلت النادي، ويمكن احنا الاثنين كنا مع بعضينا طالعين وقت واحد بس نظرا ان هو كان اكبر مني بسنه او سنتين. صفوت بيسبقني بس في الأقدمية 45 دقيقة. هو لعب مباراة مع الشرطة العراقي كان في شهر 5 وأنا لعبت في شهر 7. يعني مباراة تانية كانت أول ماتش يلعبه مع بعضينا كان ماتش الأهلي والاتحاد السكندرية. صفوت كان كابتن النادي الأهلي وكان لعيب مميز جدا، وكان حظه وحش قوي في الانتخابات يعني ما كانش يتم اختياره. بالرغم ان هو كان لعيب مميز جدا خاصة في المباريات الكبيرة. يعني كل الماتشات الكبيرة كان مميز جدا فيها. كان هادي قوي في حياته. ما خدش انذار في عمره يعني خالص، اتذكر عمره ما خد انذار. يعني لانه كان لعيب زي ما قلت لك فريد حتى في المهارة بتاعته. يعني كان ذكي جدا جدا بالفطرة. كان لعيب موهوب بدرجة عالية قوي. يمكن اقول لك على حاجه غريبه جدا في مهارته، اللعيب الوحيد اللي شفته في العالم كله بيلعب الكوره في سن الحذاء بتاع الكوره والكوره في الهواء. يعني كان عنده دي صعبه دي طبعا جدا جدا جدا. يعني زي ما تلعب مثلا في عصايه البلياردو كوره البلياردو الكوره فوق الـ مثلا الترابيزه يعني عاليه. فكان الله يرحمه كان مهاريا كان عالي قوي يا كابتن زيزو، جدا جدا مهارة فريدة كمان. مهارة يعني مش عادية، حتى في ضربات الجزاء بتاعته كان مميز جدا، ما كانش حد بيقدر عليه حتى في التمرين. لا ثابت ولا إكرامي ولا ناجي ولا شوبير ولا أي حد اللي هم كانوا موجودين من الحراس الكبار بتوعنا. فصفت الله يرحمه ويحفظه. يعني أنا أقول لك بمنتهى الأمانة، أنا حسيت بوفاته إن زي ما يكون في حتة كده اتقطعت. صفوت عبد الحليم الله يرحمه، ربنا يصبرك يا كابتن زيزو ويصبرنا كلنا. ويمكن هو اكيد يعني كان في بعض الالقاب اللي يعني اتلقب بيها سواء الدكتور او المايسترو الصغير، قول لي الالقاب دي جت منين يا كابتن زيزو بالنسبه لك؟ لا هو كان مميز، انا عشان اقرب للاذهان صفوت ده. صفوت كان اللي شبيه بيه جدا او اللي هو بيشبه له جدا جدا انيستا، نجم انيستا. يعني تحس ان هما الاثنين كلمه بيكاسو اللي هي اتقالت على انيستا اتقال على صفوت عبد الحليم بالظبط. يعني تحس ان هو انسان فنان كل لمسه منه طالعه مرسومه. يعني وبعدين كان محبوب من الناس كلها، كان انسان مؤدب حتى لما يعني ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بالمرض وبقى موجود برضه كان يعني تحس ان هو راضي وحامد ربه سبحانه وتعالى وشاكر فضله. يعني من قلبي بدعي له ربنا يرحمه ويتجاوز عنه ربنا ان شاء الله. يا رب ربنا يرحمه ويغفر له يا رب ويسكنه في فسيح جناته. كابتن زيزو برضو يعني انا عايز استغل فرصه تواجد حضرتك معايا على الهاتف ونتكلم عن مباراه الاهلي وفاكس تيف، ومباراه اكيد مهمه جدا، كيف ترى هذه المباراه ومطلوب ايه من لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني قبل المباراه دي؟ لا طبعا المباريات اللي من النوع ده الحمد لله لاعبتنا والجهاز الفني عندهم خبره كبيره في القدره على التعامل معاها. اعتقد المباراه زي ما احنا طول عمرنا بنبص لاي مباراه في المنطقه اللي زي ديت التنافس اللي هي سيمي فاينل على انها مباراه كبيره ومباراه مهمه ومباراه صعبه. اعتقد ان الجهاز الفني الحمد لله الفتره اللي فاتت يعني في تقدم ملموس من خطوه لخطوه. الوصول برضه للسيمي فاينل بالشكل اللي احنا وصلنا له ده لعيبتنا عارفه اهميه وصول المنطقه دي، فالهدوء طبعا مطلوب والتعليمات بتاعه الجهاز الفني انا واثق ان هي في محلها ان شاء الله. ان شاء الله بالنسبه للعيبه، واللعيبه على قدر كبير جدا جدا من احساس مسؤوليتها في هذه المباراه ان شاء الله وفي البطوله بشكل عام.
ان شاء الله باذن الله. كابتن زيزو بشكرك شكرا جزيلا. طبعا كان معانا كابتن عبد العزيز عبد الشافي زيزو طبعا احد نجوم النادي الاهلي والمدير الرياضي للنادي الاهلي، واتكلمنا عن وفاه الكابتن صفوت عبد الحليم الله يرحمه، وايضا اتكلمنا عن مباراه الاهلي ووفاق ستيف، هذه المباراه الهامه جدا. طيب النهارده هيكون معانا في الجزء الثاني من حلقتنا الكابتن او الاستاذ خليل لعمش، وهو احد الصحفيين الجزائريين وناقد رياضي كبير في جريده الهداف الجزائريه، هيكون ضيفنا النهارده عشان نتكلم بتفاصيل اكتر سواء من وجهه النظر المصريه والاهلاويه بخصوص النادي الاهلي في مباراه وفاق ستيف، وايضا وجهه النظر الجزائريه والصحافه والاعلام الجزائري بالتحديد من خلال مباراه الاهلي وفاق ستيف، وكيف يروا هذه المباراه الهامه. وطبعا هي اكيد مباراه مهمه جدا، لان خلاص النادي الاهلي وفريق وفاق ستيف بيلعبوا على التاهل للدور النهائي والمنافسه على اللقب، وخلاص ناقص خطوه واحده، فبالتالي هتكون مباراة كبيرة وصعبة جدا على الفرقتين. إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي طبعا خلال هذه المباراة. طبعا مستنيين أكيد كل ردود أفعالكم معانا على صفحات النادي الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا سواء فيسبوك أو تويتر أو إنستجرام. وسؤال حلقتنا النهاردة، إيه الرسالة اللي أنت حابب تقولها للاعيبة النادي الأهلي قبل مباراة الغد إن شاء الله؟ يعني هم خلاص اعتقد يعني اللاعبين مدركين تماما اهميه مباراه الغد، اهميه النادي الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه وتكون مميزه عشان تدي له اريحيه مهمه قبل مباراه العوده ان شاء الله في الجزائر، واللي هتكون ايضا صعبه جدا، وان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق لاستعاده هذا اللقب الغالي. هي خطوه ان شاء الله هتكون مهمه، والنادي الاهلي يلعب النهائي باذن الله ويفوز بالبطولة بعد غياب خمس سنين. صعبة شوية على الأهلاوية إن خمس سنين ما ياخدش بطولة الدوري. إن شاء الله النادي الأهلي قادر بشكل كبير جدا في ظل تواجد جهاز فني محترم بقيادة مستر باتريس كارتيرون، في ظل تواجد قائمة جيدة من لاعبي النادي الأهلي، قادرين إن هم يحققوا اللقب رقم 9 في بطولات دوري أبطال أفريقيا. نروح لأهم العناوين. وداعا كابتن صفوت عبد الحليم. الخطيب ورموز النادي يشيعون جثمان المايسترو الصغير. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة وفاق ستيف غدا. إدارة الأهلي تطالب جماهير النادي بالالتزام أمام وفاق ستيف. الوفاق في القاهرة يتدرب على ملعب السلام الليلة. افريقيا تعلن دعم انفانتينو في انتخابات رئاسة الفيفا. اتحاد شمال افريقيا يعلن انتقال حر للاعبين وملف مشترك لتنظيم المونديال. طيب اكيد عندنا عديد من الاخبار، وزي ما احنا شفنا في العناوين كده كلها اخبار يمكن بتتعلق بمباراه الاهلي وفاق ستيف. هو خلاص شغل شاغل بالنسبه لكل الجماهير الاهلاويه، مش الاهلاويه بس، اكيد كل جمهور الكره المصريه بيتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ممثل مصر في هذه البطوله. بالتالي الحديث النهارده هيكون اكتر عن هذه المباراه، والنادي الاهلي خلاص بيختتم استعداداته كمان من خلال مران هام النهارده. أكيد المران هيبتدي في تمام الساعة 6، قبل المران بنص ساعة بالظبط هيكون في مؤتمر صحفي لمستر باتريس كارتيرون، ومعاه كابتن الفريق كابتن حسام عاشور وأحد أهم لاعبي النادي الأهلي، وأكيد هيكلموا فيه عن هذه المباراة من خلال تواجد عدد كبير من الصحفيين اللي هيحضروا المؤتمر الصحفي. المؤتمر هيكون في القاعة الخاصة بالمؤتمرات داخل استاد السلام قبل بدء المران مباشرة بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين، وهو المران الأخير. أيضا هيكون في مؤتمر صحفي خاص بفريق وفاق ستيف هيكون في تمام الساعة 8:30 مساء قبل المران الأخير بالنسبة لفريق الوفاق، وهيكون في تمام الساعة 9 ونفس توقيت المباراة، وده طبقا طبعا لقواعد الاتحاد الأفريقي إن الفريق الضيف يحق له إن هو يتمرن على الملعب الرئيسي اللي هيستضيف المباراة أيا يعني كانت طبعا المباريات الأفريقية بشكل عام، ويتمرن على الملعب ويشوف كل الأمور الخاصة بالملعب ده عشان يتعود عليه وكده. إن شاء الله مش هيتعودوا عليه ولا حاجة، إن شاء الله النادي الأهلي يكون هو الموفق من خلال ملعب السلام ومن خلال الجمهور إن شاء الله اللي هيحضر ومن خلال هذه المباراة الجهاز الفني واللاعبين.
نروح نشوف أهم ما قيل عن النادي الأهلي في الصحف النهاردية. الأهرام: كارتيرون في رسالة لجماهير نادي شجعوا الأهلي فقط، نواجه فريقا هزم حامل لقب النسخة الأخيرة ونحتاج لمساندتكم. الأخبار: الأهلي يعاين استاد السلام قبل لقاء وفاق ستيف، الفريق يدخل معسكرا مغلقا، وكارتيرون رغبتنا كبيرة لتحقيق فوز مطمئن. الجمهورية: الأهلي يحتج رسميا على عقوبات الكاف. المسا: من إدارة الأهلي للجماهير بعد عقوبة الكاف، التزموا التشجيع المثالي حتى لا نعاني. كارتيرون: مواجهة ستيف صعبة ونسير بخطة ثابتة. تشناوي وزكريا وهشام جاهزون، الشناوي وزكريا وهشام جاهزون للمباراة. الوفد: الأهلي يبدأ حملة نوعية جماهيره حول توعية جماهيره قبل موقعة ستيف، أزارو يعود لقيادة الهجوم، وتعليمات خاصة لرقابة جابو أحد أخطر لاعبي وفاق ستيف. الوطن: محسن وأزارو مفاجأة الأهلي أمام ستيف وغياب ثلاثي عن اللقاء، المجلس يعتمد اللائحة الجديدة، والعمري يبدأ حملة توعية الجماهير، وكلمة لعاشور للمطالبة بالسلوك الرياضي. الأخبار المسائية: الأهلي جاهز لإسقاط وفاق ستيف، الفريق يختتم استعداداته لمواجهة لهذه المواجهة، وكارتيرون يؤكد على صعوبة المنافس. اليوم السابع: الأهلي يصرف 40 مليون جنيه للاعبيه قبل مواجهة وفاق ستيف في دوري أبطال أفريقيا، الأحمر يختتم استعداداته اليوم لمواجهة بطل الجزائر. الأخبار: محمد يوسف مخطط للوصول للنهائي الأفريقي. الأخبار: رئيس وفاق ستيف: مواجهة الأهلي صعبة ونستعد نفسيا. الهداف الجزائرية: الوفاق يصل إلى القاهرة بعد رحلة هادئة ويصطدم بالحرارة الشديدة. روزال يوسف: الأهلي يطلب تأمينا مشددا لبعثة وجماهير وفاق ستيف، تشكيل لجنة البث لبحث فسخ عقدي صلة وسبورتا. المسا الجزائرية: رئيس بعثة وفاق ستيف إلى القاهرة، نتمنى تكرار سيناريو 88 أمام الأهلي المصري. الهداف الجزائرية رضواني: الخسارة أمام الشبيبة لن تؤثر فينا وسنعود بنتيجة إيجابية من مصر. الشروق: مؤمن زكريا وافق على تجديد عقده مع الأهلي. الأهرام: مجلس إدارة النادي الأهلي يشارك الليلة في تكريم مؤسسة الأهرام لحسن حمد. طيب، أكيد في بعض الأخبار المهمة جدا وبالتحديد في بعض الصحف الجزائرية، ويمكن جريدة المسا الجزائرية قالت أن رئيس بعثة وفاق ستيف قال ان هم بيتمنوا يكرروا سيناريو 1988 لما اقصوا النادي الاهلي من قبل نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. المباراتين كانوا انتهوا في القاهره، النادي الاهلي كان فاز 2-0، في الجزائر فريق وفاق ستيف كان فاز 2-0، لجأوا لركلات الترجيح وفاز فريق وفاق ستيف في النهايه وتاهل لنهائي هذه البطوله. هم بيتمنوا كده يعني، لكن احنا ما نتمناش ان شاء الله ان السيناريو ده يتكرر، ونتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق بشكل كبير جدا في هذه المباراه. برضو من ضمن الاخبار اللي نعلق عليها وهي خاصه بمؤمن زكريا، ان هو بيوافق على تجديد عقده مع النادي الاهلي. مين اللي ما يوافقش ان هو يجدد عقده مع النادي الاهلي؟ يعني الواحد بيبقى موجود في مكان كبير جدا زي النادي الاهلي، اكبر فريق في افريقيا والوطن العربي، ومن الفرق المعروفه جدا عالميا طبيعي جدا، واكتر الفرق استقرارا كمان، سواء من الناحيه الاداريه او من الناحيه الفنيه ومن كل الجوانب في الحقيقه. اي حد، اي لعيب، انت لما تيجي تسال اي ناشئ دلوقتي في مصر هيقول لك نفسك تلعب فين؟ هيقول لك اهلي او زمالك، والاكثريه شويه بيكونوا للاهلي بحكم الشعبيه والجماهيريه اللي تفوق عن نادي الزمالك. فبالتالي اي واحد واي لعيب في مصر حتى لو زملكاوي بيتمنى ان هو يكون متواجد في النادي الاهلي، يعني في مواقف كده حصلت، والعكس برضو نادي الزمالك اكيد نادي كبير جدا واي لاعب يكون يتمنى ان هو يكون متواجد فيه. لكن مؤمن زكريا بالتحديد، انت مؤمن عملت تاريخ مع النادي الاهلي منذ قدومك اعتقد من 3 سنين ونص تقريبا يعني، وحققت بطولات عديده جدا مع النادي الاهلي، ناقص لك بس بطوله دوري ابطال افريقيا وان شاء الله تحقق السنه دي مع الفريق. ممكن مؤمن مش في مستواه قوي، بعيد شويه من الناحيه الفنيه، لكن اعتقد بعد
الاستقرار بالشكل النهائي سواء من قبل النادي الاهلي او من قبل مؤمن زكريا على تجديد التعاقد، ان شاء الله مؤمن يقدر يستعيد عافيته ومستواه المعروف عنه. هو احد اللاعبين اللي عندهم خبره كبيره جدا واحد اللاعبين المهمين جدا في صفوف النادي الاهلي واللي بيعرفوا يجيبوا اهداف مهمه بالنسبه للفريق، وكمان عنده خبرات افريقيه مهمه. واعتقد مستر باتريك كارتيرون هيلجا له سواء كاساسي او كاحتياطي خلال المباراتين بتوع وفاق ستيف. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لمؤمن زكريا في مشواره مع النادي الاهلي وفي حاله تجديد عقده. الموضوع قرب فعلا ان هو خلاص يجدد عقده مع النادي الاهلي. طيب خلينا نروح نشوف ابرز اخبار النادي الاهلي على الانترنت ونرجع مره ثانيه. في اليوم السابع الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمباراة وفاق ستيف في نصف نهائي دوري الأبطال. وانسري الأهلي يؤدي مراده الأخير على ملعب السلام قبل موقعة وفاق ستيف. وانسري إدارة الأهلي تطالب جماهير النادي بالالتزام أمام وفاق ستيف. الشروق حارس ستيف هزيمة الشبيبة لن تمنعنا من تحقيق نتيجة جيدة أمام الأهلي. الوطن سبورت قمصان يقود مران المستبعدين في الاهلي. فيتو عمرو سليه يشارك في تدريبات الكره بمران الاهلي. البوابه نيوز سعد وميد وجابر يؤديان مرانا تاهيليا في الاهلي. بوابه الاهرام سبورت اجاييه يتخلص من العكازين ويخضع لبرنامج علاجي مكثف. الموقع الرسمي الأهلي طارق خيري تدوير اللاعبين مهم لتفادي الإجهاد. الموقع الرسمي الأهلي محمد عبد المنعم يواصل التأهيل. اليوم السابع الأهلي يدفع 54 مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية. أكيد الحديث عن مباراة وفاق ستيف مستمر والأهلي بيختتم استعداداته النهاردة زي ما قلنا لهذه المباراة الهامة. أكيد هيكون في محاضرة فنية من قبل مستر باتريس كارتيرون بالتحديد النهاردة، ودي هتكون أهم محاضرة فنية من قبل الجهاز الفني للاعبين. المحاضرة دي هتكون إمتى؟ هتكون بعد ما المران يخلص، يعني المران الساعة 6 قبليه طبعا في مؤتمر صحفي زي ما قلت لكم. بعدين المران هيخلص الفريق هيتوجه للمعسكر او فندق الاقامه الخاص به في القاهره واللي قريب جدا من استاد السلام. اللاعبين فور وصولهم هيكون ليهم وجبه العشاء الخاصه بيهم. بعد العشاء مباشره هيكون في محاضره ممكن تستمر لنص ساعه او اكثر قليلا، وهيتكلم فيها مستر باتريس كارتيرون فيها العديد من الامور الفنيه، واكيد هيكون في بعض لقطات الفيديو الخاصه بفريق او فاكس ستيف. لقطات الفيديو هتكون بالتحديد خاصه باخر مباراتين للفريق، سواء مباراه شبيبه الكوائل كمان في المباراه الاخيره في الدوري اللي خسرها فريق او فاكس ستيف بنتيجه 1-0 على ارضه، ومباراتي الوداد سواء مباراه الذهاب او مباراه العوده. واكيد اللقطات دي هتكون مهمه جدا بالنسبه للاعبين وبالنسبه للجهاز الفني اللي بدوره هيحفظ اللاعبين بعض الواجبات وبعض نقاط القوه والضعف عند فريق اوفاق ستيف. اكيد ده هيكون شيء مهم. اتكلمنا خلاص وقلنا ان المران هيكون النهارده هو المران الاخير بالنسبه للنادي الاهلي في خلال هذه المباراه الهامه. طيب موقع الشروق قال في تصريح لمصطفى زغبة حارس مرمى فريق وفاق ستيف، هو حارس مميز جدا بصراحه وشفنا له لقاء اكثر من رائع امام فريق الوداد، وقال ان احنا بنلعب امام نادي كبير في القاره الافريقيه والنادي الاهلي، واحنا طبعا عارفين يعني سمعه النادي الاهلي في افريقيا سمعه كبيره جدا، لكن هو شايف من وجهه نظره ان هم قادرين ان هم يتخطوا هذه العقبه. يعني خليني اقول لكم ان فريق وفاق ستيف ما كانش هدفه في البدايه تحقيق هذا اللقب، وخصوصا ان هو كان بدا بدايه متعثره في دوري المجموعات تقريبا خسر اول مباراتين، لكن واحده واحده قدروا ان هم يخشوا في البطوله كمان لما تخطوا حامل لقب فريق الوداد في دور الثمانيه، فالطموح اكيد عندهم زاد. ليه لا، هم متواجدين في دور نصف النهائي من البطوله الافريقيه، فاكيد مصطفى زغبه شايف ان هم عندهم فرص كويسه للفوز على النادي الاهلي في البدايه والفوز بالبطوله، وقال ان هم درسوا النادي الاهلي جيدا ويعرفوا كل كبيره وصغيره عن النادي الاهلي. كان موفق جدا 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 مصطفى زغبه حارس مرمى فريق وفاق ستيف في مباراة الوداد. نتمنى ان التوفيق ما يكونش حليفه في مباراتي الاهلي، مش المباراة بتاعت بكره بس. ف
فبالتالي اكيد التصريحات يعني زي احنا عارفين قبل المباريات الكبيره زي دي مباراه شمال افريقيا بشكل عام بيبقى التصريحات كتير ويعني التصريحات يعني لحد دلوقتي ايجابيه ما فيش اي استفزازات من قبل الجانبين. النادي الاهلي كالعاده ما بيبقاش عنده الجزئيه دي لكن ان شاء الله نتمنى كل التوفيق بالنسبه للنادي الاهلي في مباراه الغد وان شاء الله يقدر يحرز اهداف عديده. لكن المباريات دي لو خلصت حتى 1-0 هتبقى الفرص كويسه ان شاء الله. النادي الاهلي حتى لو فاز بهدف واحد هتبقى الفرص كويسه. المهم ان شاء الله ان شباك النادي الاهلي ما تستقبلش اي اهداف لان هتبقى ساعتها الامور معقده شويه. لكن ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. نروح نشوف اهم الاخبار المحليه والعالميه واخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع افريقيا تعلن دعم انفانتينو في انتخابات رئاسه الفيفا. وزير الرياضه يؤكد جاهزيه مصر لاستضافه بطولات الاتحاد الافريقي. وانسري رئيس الكاف يوجه الشكر للمسؤولين المصريين على توفير الدعم. المساء ابو ريدا يؤيد استمرار انفانتينو رئيسا للفيفا. رئيس الفيفا يشيد بتنظيم مصر اجتماعات كونغرس افريقيا بشرم الشيخ. الشروق اتحاد شمال افريقيا يعلن انتقال حر للاعبين وملف مشترك لتنظيم المونديال. الاهرام على هامش اجتماعات كونغرس كاف احمد لا اعلم شيء عن عقوبه رئيس الزمالك. انفانتينو المستقبل لافريقيا بفضل مواهبها. الشروق الكاف العقوبات الاخيره خطوه مهمه نحو وضع الكره الافريقيه على الطريق الصحيح. احمد عقوبة مرتضى منصور ليست شخصية وتم إيقاف بلدي 3 أشهر. الوطن الاتحاد الأفريقي يحذر الجبلية من التدخل في أزمة إيقاف رئيس الزمالك. لقد سبق السيف العدل. الشروق رسميا اللجنة الأولمبية تخاطب الاتحادات لحظر اللعب داخل الزمالك ومنع التعامل مع مرتضى. الأولمبية في حال حضور رئيس النادي أي مباراة لأي لعبة سيعتبر فريقه خاسرا والمجلس يجتمع اليوم برئاسة حطب لمناقشة الموقف. الفجر الرياضي الأولمبية تبطل الانتخابات التكميلية للجبلية. الشروق اتحاد الكرة يرصد 250 ألف يورو للتعاقد مع شركة ملابس للمنتخب. في اليوم السابع اتحاد الكرة يحجز تذاكر بيزنس للمحترفين رغم تأخر رد وزارة الرياضة. سوبر كورة الأمن يؤجل مباراة المقاولون والإسماعيلي بالدوري بسبب الأهلي. الأهرام المسائي كوربس ينافس فييرا وجلال لقيادة الدراويش. الإسماعيلي يواصل البحث عن مدرب جديد وسعادة بسبب التأجيل. الأهرام المسائي الإنتاج يعود للانتصارات فاز على النجوم بهدف رجب وصعد للوصافة. الأهرام الاتحاد يعالج أخطاء الدقائق الأخيرة استعدادا للجونة. كلوب يشرح فرصتين أخطأ خلالهما صلاح ضد تشيلسي لا تتوقف عن التسجيل بين ليلى وضحاها. طيب اهم خبر من ضمن الاخبار المحليه والعالميه اللي احنا شفناها دلوقتي هو خبر خاص بجريده الشروق واللي قالت الاتحاد شمال افريقيا يعلن انتقال حر للاعبين وملف مشترك لتنظيم المونديال. طيب القصه ايه؟ القصه ان اتحاد شمال افريقيا اجتمع وخدوا قرار مبدئي ان الانتقالات ما بين اللاعبين العرب في شمال افريقيا يعني مثلا النادي الاهلي لو جاب لاعبين من تونس او الجزائر او المغرب او ليبيا ما يعتبروش لاعبين اجانب. يعني في حال تطبيق هذا القرار يكون علي معلول ووليد ازارو مش لاعبين اجانب ويكون الموضوع مفتوح خالص ما بين كل الدول العربيه في شمال افريقيا من حيث الانتقالات. يعني اي لاعب مصري راح ليبيا راح الجزائر المغرب عرب وهيكون في تواصل اكتر ما بين الدول العربيه. على فكره القرار ده خاص كمان بالحكام وتبادل الحكام ما بين الدول العربيه دي واكيد هيكون شيء مميز. لكن السؤال هنا
لو تم تطبيق هذا القرار. بالمناسبه الاتحاد المصري وافق على القرار ده ومضى كمان، يعني وقع على القرار ده، لسه بس هيتاخر او هيكون في اجتماع مع نهايه شهر نوفمبر عشان يتم التصديق على هذا القرار بشكل نهائي. لكن السؤال هنا، هل لو تم اقرار هذه الجزئيه النادي او اي نادي مصري بشكل عام او اي نادي عربي بقى خلاص، يعني مثلا خلينا نتكلم عن مصر هنا بالتحديد، الاتحاد المصري بيسمح للانديه المصريه في التعاقد مع 4 لاعبين اجانب حتى هذه اللحظه بما فيهم اللاعبين العرب، لكن لو تم هذا اقرار هذا الموقف وهذا القرار، هل بامكان كل فريق مصري ان هو يتعاقد مع اي كم من اللاعبين العرب يكونوا متواجدين بالاضافه ل4 لاعبين اجانب ممكن ما يكونوش عرب كمان؟ يعني ممكن نشوف في القائمه بتاعت اي فريق مصري عدد كبير جدا من اللاعبين غير المصريين اللي متواجدين في الملعب. ما اعرفش ساعتها هيفكر ازاي الاتحاد المصري لكره القدم، هل هيقلل عدد اللاعبين شويه المحترفين بشكل عام اللي هم مش عرب في حاله اقرار هذا الموقف، ولا هيكون القرار ايه؟ اكيد هيكون في دراسه لهذا الموقف. لكن في اوروبا على فكره الامور ماشيه بالشكل ده، يعني الاتحاد الاوروبي بشكل عام انت ممكن في اسبانيا تتعاد مع لعيب من انجلترا مثلا يعني ويكون متواجد عندك، ما بيحتسبش لعيب اجنبي. لكن اللعيب مثلا من امريكا الجنوبيه او من امريكا الشماليه او من افريقيا او من اسيا او من اي قاره اخرى بيحتسب لاعب اجنبي. وشفنا في بعض الفترات يعني مثلا ريال مدريد ادى الجنسيه لبعض اللاعبين اللي جايين من قاره امريكا سواء البرازيل مثلا كاسيميرو او مارسيلو، ادهم الجنسيه الاسبانيه عشان يسمح لنفسه ان هو يتعاقد مع لاعبين اخرين من امريكا او اي قاره اخرى. يعني الامور مفتوحه شويه في اوروبا، هل هيتم تطبيق هذا الامر في الدول العربيه وتحديد شمال افريقيا؟ اعتقد هيكون امر مميز، وخصوصا ان احنا خلاص متواجدين في عصر الاحتراف دلوقتي، يعني الدنيا بقت مفتوحه، يعني انت ممكن تسمح عندك انت كفريق ايا كان مين الفريق ان انت تطلع لاعبين بره يحترفوا بره، في المقابل انت تقدر تجيب عدد جيد من اللاعبين المميزين اللي يكونوا في صفوفك سواء من الدول العربيه او الدول الافريقيه، لان كده كده هيكون في عدد معين للاعبين الافارقه ان هم يكونوا متواجدين. بالاضافه لو تم اقرار هذا الملف وهذه القرارات بالاضافه للاعبين العرب اللي ممكن نتعاقد معاهم، هنشوف الامور هتستقر على ايه مع نهايه شهر نوفمبر القادم، هيتخذ القرار النهائي بخصوص هذا الموقف. فبالتالي اكيد دي جزئيه مهمه جدا جدا جدا. طيب خلينا نروح نشوف اهم اخبار السوشيال ميديا النهارده. دلوقتي هنبتدي فقره السوشيال ميديا وهنبداها طبعا باعضاء مجلس اداره النادي الاهلي اللي بينعوا نجم الاهلي السابق كابتن صفوت عبد الحليم. المهندس خالد مرتجي نشر على تويتر صوره للنجم الراحل وكتب: لله ما اخذ ولله ما اعطى، البقاء لله في وفاة رمز من رموز النادي الأهلي وأحرف من أنجبت الملاعب المصرية كابتن صفوت عبد الحليم، ندعو الله له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرته ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان. طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي كتب: البقاء لله في واحد من أمهر من أنجبتهم الكرة المصرية، نجم النادي الأهلي في عصر من عصوره الذهبية، الخلوق كابتن صفوت عبد الحليم رحمه الله وأسكنه الجنة بفضله ورحمته. وكتبت دكتورة رانيا علواني على صفحتها على فيسبوك: تنعي الدكتور رانيا علواني فقيد النادي الأهلي وكرة القدم المصرية كابتن صفوت عبد الحليم، راجين من المولى عز وجل أن يتجمده برحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. ونروح للاعبي النادي الأهلي أحمد فتحي كتب على صفحته على تويتر: رحم الله كابتن صفوت عبد الحليم، اللهم ادخله الفردوس الأعلى وابعده عن النار، آمين يا رب. كتب أيمن أشرف على تويتر: إن لله وإنا إليه راجعون، رحم الله كابتن صفوت عبد الحليم وربنا يجعله من أهل الجنة. وشريف إكرامي أيضا حارس مرمى الأهلي كتب على تويتر: رحم الله كابتن صفوت عبد الحليم وأسكنه في سيح جناته، إن لله وإنا إليه راجعون. وكمان وليد سليمان علق وكتب على تويتر خبر وفاة كابتن صفوت وقال: البقاء لله، ربنا يرحمه ويدخله في سيح جناته. أما عمرو سلية فكتب على تويتر: وداعا كابتن صفوت عبد الحليم. نروح لرموز الكرة المصرية ونبدأ بكابتن محسن صالح اللي كتب على تويتر: من قلب يملأه الأسى والحزن، أنا وصديقي ابن الأهلي صفوت عبد الحليم بعد رحلة مرض ومعاناة طويلة، كان أكثرنا عبقرية بأقل مجهود، كان يصنع أهداف والانتصارات، كانت الكرة بين قدميه ريشة ترسم أجمل اللوحات، كان يستمتع بمهاراته ويمتعنا قبل أن يمتع الجمهور، أسأل الله له الرحمة ومسواه الجنة إن شاء الله. كمان كتب كابتن أحمد شوبير على تويتر: البقاء لله في وفاة نجم مصر والنادي الأهلي السابق،
صفوت عبد الحليم للفقيد الرحمة والأسرة خالص العزاء. وكتب كابتن ضياء السيد على صفحته على تويتر: البقاء لله في وفاة الكابتن صفوت عبد الحليم كابتن النادي الأهلي وصاحب الخلق الرفيع والعزاء لأسرته وزويه. أما كابتن وائل جمعة صخر الدفاع الأهلي السابق فكتب على صفحته على تويتر: رحمة الله على الكابتن صفوت عبد الحليم، اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان واغفر لنا وله. وكتب كابتن سيد معوض نجم الأهلي السابق على تويتر: البقاء لله في وفاة كابتن صفوت عبد الحليم كابتن مصر والنادي الأهلي، اللهم ارحمه واغفر له واجعله من أهل الجنة يا رب العالمين. كمان كتب كابتن أسامة حسني على صفحته على تويتر: رحم الله الكابتن صفوت عبد الحليم. وكتب كابتن شريف عبد الفضيل على تويتر: البقاء لله في وفاة واحد من رموز النادي الأهلي كابتن صفوت عبد الحليم، الله يرحمه ويغفر له ويعفو عنه ويوسع عليه في قبره ويجعله روضة من رياض الجنة. وكتب كابتن محمد ناجي جدو على صفحته على تويتر: صفوت عبد الحليم المايسترو الصغير من افضل من لمسوا الكره بمهاره في تاريخ الكره المصريه، في ذمه الله الف رحمه ونور عليه. اما الاعلامي ابراهيم المنيسي فكتب على تويتر: صفوت عبد الحليم المايسترو الصغير من افضل من لمسوا الكره بمهاره في تاريخ الكره المصريه، في ذمه الله ده نفس في ذمه الله الف رحمه ونور عليه. ربنا يرحم طبعا كابتن صفوت عبد الحليم ويلهم اسرته الصبر والسلوان، اكيد يعني خبر مؤسف لكل الاهلاويه. طيب بعد الفاصل ان شاء الله هيكون معايا الناقد الرياضي الجزائري استاذ خليل لعمش الصحفي بجريده الهداف الجزائريه، وهنتناول وهنتكلم بكل التفاصيل الخاصه بمباراه الاهلي واوفاق سطيف، هذه المباراه الهامه جدا جدا جدا. استنونا بعد الفاصل. لصفوت ناحية اليمين وصفوت عالية يخش مصطفى النبي صح السيرز باك ولعبها بدماغه حسن حمدي ينقلها ناحية الشمال قلت شوية لكن معلش بس مبروك نلعبها يا شريف شريف تروح للباك رايت السكري يخش فتحي بدماغه لطاهر الشيخ طاهر لحسن حمدي ماشي ماشي حسن يبص مين الفاضي بيلعبها قدام. بجدد التحيه بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. بينضم لي في هذه اللحظات هنا في الاستوديو الاستاذ خليل لعمش الناقد الرياضي بجريده الهداف الجزائريه وموفد قناه الهداف الجزائريه مع بعثه اوفاق سطيف هنا في مصر. استاذ خليل برحب بيك. استاذ امير شكرا، وانا سعيد جدا بتواجدي معكم هنا يعني في قناه الاهلي، وسعيد بتواجدي هنا في العاصمه المصريه القاهره، وبشكرك على هذه الاستضافه الحلوه. اكيد ومنور مصر طبعا. الله يخليك يا اخي، يعني من احنا من ساعه وصلنا العاصمه المصريه واحنا نشوف كل يوم يعني احلى من يوم اللي يعدي، والحمد لله ان شاء الله نعدي نقضي يعني هذه الدقائق يعني تكون ان شاء الله نافعه وفي مستوى تطلعات الجمهور الذي يشاهدنا حاليا. الامور ماشيه معاكم كويس، الاستقبال كان جيد اكيد من النادي الاهلي، كلمني على التفاصيل دي الامور كانت ماشيه. والله الحمد لله يعني من ساعه وصول بعثه الوفاق الى مصر كل شيء على احسن ما يرام، يعني الوفاق بمجرد وصوله الى مطار القاهره الدولي وجد يعني ممثل مندوب عن نادي الاهلي اللي كان في الاستقبال، وكان حتى يعني اعضاء سفاره الجزائر في مصر حاضرين يعني في المطار، كل ما يستلزم كان موجود من حافلة وسيارة خاصة برئيس الوفد، وكل شيء المطلوب كان موجود، وحتى يعني بعدين في أيام التحضيرات يعني الوفاق وجد كل التسهيلات ووجد الملعب تحت التصرف وكل شيء، وهذا هو أهم ما يحتاج إليه فريق كرة لما يجي على بلد وينافس طبعا اي فريق اخر. طبعا. طيب اكيد الحديث مستمر عن مباراه الاهلي وفاق سطيف، وهي اكيد مباراه هامه جدا للفرقتين، بس في البدايه طبعا عايزين نتكلم عن استعدادات فريق اوفاق سطيف، وانت اكيد قريب من البعثه وقريب من الفريق وتابع التدريبات الاخيره بالنسبه لهم، قول لنا الاستعدادات بالنسبه لفريق اوفاق سطيف ماشيه ازاي؟ والله بعد المقابلة الأخيرة اللي لعبها نادي وفاق سطيف الجزائر عشية التنقل إلى مصر والخسارة التي كانت أمام شبيبة القبائل في لقاء الدوري الجزائري،
دخل الوفاق مرحلة أخرى يعني الخسارة وما حدث في تلك المقابلة يعني ترك في سطيف، ترك في ملعب الثامن ماي، يعني لأن الخسارة جاءت في وقت أين كان الوفاق يود أن تؤجل المقابلة وما كانش الفريق حاب أنه يلعب هذا اللقاء. تأجيل الماتش ده بالنسبة يعني احنا عندنا هنا الاتحاد المصري اجل النادي الاهلي بعض المباريات في البطوله في الدوري عشان مشاركه في البطوله العربيه والبطوله الافريقيه كما بالتحديد، يعني لانه الرابطه المحترفه في الجزائر ضبطت التواريخ الخاصه بالمقابلات اللي حتتلعب في موعدها يعني في الجولات المحدده ومواعيد المقابلات المؤجله يعني عن الادوار الماضيه يعني وهناك ربما يعني في صعوبه يعني تبقى في صعوبه وما فيش حجه مقنعه بالنسبه للرابطه امام كل الانديه يعني لو كانت رابطه المحترفه بس هو في حجه اكبر من الفريق بيشارك في بطوله كبيره زي بطوله دوري ابطال افريقيا وكمان مباراه نصف النهائي ولا انت ولا من وجهه نظرهم يعني من وجهه نظرهم ان كان في مسافات جيده ما بين مباريات الدوري ومباريات افريقيا هو تمام يعني هم رابطه اخذت بعين الاعتبار انه الوفاق لعب في المغرب يوم الجمعه بعدين يوم الخميس كان عنده مقابله شبيبه القبائل ويوم مقابله الاهلي حتكون يوم الثلاثاء هذا الاعتماد اللي اخذته الرابطه من وجهه نظر اداره وفاق سطيف كان بيودها ان المقابله هذه ما تتلعب لانه عايزين الفريق يعني يكون في مرتاح قبل ما يمشي لمصر وبعدين حدث اللي حدث انه المقابله تعبت في موعدها تمام بعد هذه الخساره يعني لها اسباب اخرى يعني اداره الوفاق الطاقم الفني كان هناك احتجاج كبير على الاداء التحكيمي في تلك المواجهه يعني حتى من تابع المقابله اجمع بانه الوفاق كان افضل من شبيبه القبائل فنيا فوق الميدان يعني ولولا اخطاء تحكيميه كان الوفاق ممكن انتوا عندكم اخطاء تحكيميه كتير كده في الجزائر برضه اصل احنا هنا عندنا اخطاء تحكيميه كتير قوي بصراحه للاسف يعني مؤثره على الفرق كلها في الدوري هو الاخطاء التحكيميه الامور ماشيه عندكم ازاي بالنسبه للتحكيم هو الاخطاء التحكيميه موجوده في اي دوري يعني حتى لو نمشي يعني للدوري الاسباني نمشي للدوري الفرنسي اوكي الدوري الاسباني دلوقتي بيستعينوا بالفار الدوري الفرنسي يعني الامور مش وحشه لكن انا بتكلم في المنطقه العربيه بالتحديد دلوقتي شايف لكن الاخطاء موجوده يعني حتى لو تستند للفار يعني لو ما يكونش يعني الفار بس في اخطاء يعني بيبقى فيها شك لكن في اخطاء ما بيبقاش فيها شك هو انا عايز اعرف مستوى التحكيم طبعا مثلا عندكم عامل هو مستوى التحكيم الجزائري لا باس رئيس يعني رئيس لجنه الحكام عندكم اجنبي ولا لا ما محلي هو حكم دولي سابق تمام هو المشرف على التحكيم يعني عضو المكتب الفيدرالي لو نقيم المستوى الاداء التحكيمي في البطوله الجزائريه سنجد اخطاء ولكن نفس الحكام لو يعينوا في مقابلات دوليه نشوفهم بمستوى اخر لان المستوى يرتفع سواء لو يمشوا الى بطولات افريقيه ولا بطولات عالميه مستوى ادائهم يكون راقي اما في الدوري يكون الاخطاء الاسباب الله اعلم تعود الى الحكام في حد ذاتهم يعني ربما نقص تركيز ربما ما نعرف السبب الحقيقي اللي يخلي ممكن حساسيه الماتشات مثلا قوتها هو يعني لو ناخذ مثلا انا هعطيك مثال في مقابله الاخيره لوفاق سطيف امام شبيبه القبائل تم تعيين الحكم عبي تشارف الحكم عبي تشارف حكم دولي كان حاضر في مونديال روسيا تمام وعاده ما يدير لقاءات كبيره في رابطه الابطال الافريقيه ومنها مقابله تيبي مازامبي امام بريميرو اوغوستو يعني هو حكم مستوى عالي جدا لو تقيم الحكم عبي تشارف تقنيا هو من احسن الحكام في الجزائر ان لم نقل احسنهم على الاطلاق تمام. ولكن في مقابله وفاق سطيف امام شبيبه القبائل الاخيره كانت هناك اخطاء تحكيميه مؤثره طيب خلينا نخش في شبيبه القبائل والفريق بالتحديد بغض النظر عن اخطاء الحكام المباراه دي هل هم لعبوا بالتشكيل الاساسي فريق وفاق سطيف لعب التشكيل الاساسي خاص بيه هو الـ ولا ممكن يكون رشيد الطوسي مدير فني لجأ ل راحه اللاعبين او راحت بعض اللاعبين لا على العكس من ذلك يعني التشكيله الاساسيه اللي دخل بها الكابتن رشيد الطوسي في مقابله شبيبه القبائل ضمت 9 لاعبين مؤهلين في رابطه الابطال الافريقيه كان الاستثناء راحه مهاجم الاساسي يعني هداف الوفاق في بدايه هذا الموسم هو الحبيب بوغلمونة كان راحه الكابتن الفريق عبد المؤمن جابو في شوط
شوط واحد ما بس الفريق على العموم اللي دخل لمواجهه شبيبه القبائل كله تقريبا هي التشكيله الاقرب لان تكون اساسيه في كل المقابلات. يعني ممكن يكون عندهم ارهاق ولا حاجه؟ هو المشكله ما كانتش في الارهاق. لا يعني ممكن لما تلعب مباراه كبيره امام شبيبه القبائل وبعديها بكام يوم هتلعب مع النادي الاهلي في مباراه اكبر اكيد ممكن يكون عندهم ارهاق مثلا. ما توقعش انه يكونوا عندهم ارهاق لانه احنا في بدايه الموسم والوفاق حاليا بعد المقابله الاهلي حتكون المقابله رقم 15. بس ما تعتبروش في بدايه الموسم لعبوا يعني وفاق ستيف لعبوا 7 ماتشات في بطوله الدوري لحد دلوقتي. هو كله تقريبا لعب 15 ماتش يعني الوفاق يوجد في حاله تنافسيه في الاعلى يعني في اعلى مستوياتها. يعني في الفتره الحاليه ما يطرحش مشكل تعب وحتى يعني من ناحيه تحضيريه وفاق سطيف واجه شبيبه القبائل يوم الخميس وعمل حصه استرخائيه يوم الجمعه يوم الجمعه ويوم السبت كانت الرحله وبعدين بعد الوصول الى القاهره تدرب في الفتره المسائيه وتدرب في يوم الاحد وحيدرب ان شاء الله بعد ساعات من الان في ملعب المقابله يعني طبعاً. كل يعني لو ناخذ على الفتره يعني خمس ايام كافيه للاسترجاع وكافيه لتحضير كل اللاعبين. طيب هل في اصابات في صفوف فريق وفاق ستيف ولا كله جاهز؟ لا هو الحمد لله يعني هم قائمه الوفاق الافريقيه بعد التعديلات الصيفيه هي القائمه كلها تقريبا 17 او 18 17 لاعب زي حارس ثيرس يعني 18 لاعب هم 18 ان شاء الله حيكونوا حاضرين ان شاء الله في مقابله الثلاثاء. ليه العدد قليل كده؟ عشان الانتقالات وفي هم انتقالات هم اغلب معاد هي الفريق تغير بنسبه يمكن 60% مع 60% في فتره الانتقالات الصيفيه ومنهم اللي كانوا مؤهلين في رابطه الابطال الافريقيه وغادروا الفريق يعني مع اضافه 7 لاعبين جدد هما الوفاق القائمه الاولى والقائمه الحاليه الموجوده لما نعمل مقارنه كاين 7 لاعبين جدد افضل الى وجود 18 لاعب في القائمه الحاليه. طيب خليني اقول لك برضو بما اننا بنتكلم عن هذه المباراه كيف ترون او ازاي شايفين فريق النادي الاهلي من قبل وجهه نظر الصحافه الجزائريه وخصوصا ان فريق النادي الاهلي زي ما احنا عارفين فريق كبير وكل حاجه لكن المباريات طبعا دايما بتاع شمال افريقيا بتبقى مختلفه بتبقى قويه جدا وفيها حماس كبير جدا. طيب انا حجاوبك يعني بلغه ارقام. تمام. يعني الاهلي المصري لو ناخذ على تاريخه لا يوجد فريق راح بامكانه ان يواجه الاهلي المصري. يعني الاهلي مثل ما تقولون انتم كسبان يعني. هذه من ناحيه تاريخيه لانه الارقام الاهلي ارقام النادي الاهلي تتكلم عنه. ولكن احنا نفضل ان نحصر المقابله يعني في المعطيات الحاليه. حتى المعطيات الحاليه لنادي الاهلي المصري تؤكد بان النادي الاهلي المصري يوجد في احسن حالاته لانه النادي الاهلي هذا الموسم تحديدا يعني بعد مونديال روسيا الصيف اللي فات طبعا. الى غايه الان لم يخسر اي مقابله يعني الوفاق يعلم جيدا بانه سيواجه فريق نادي القرن تاريخيا بما يحمله من ارقام وانجازات وحتى حاليا سيواجه فريق النادي الاهلي الكبير بمعطيات حاليه تؤكد بانه سيكون جاهز لمقابله يوم الثلاثاء ومقابله ان شاء الله اكيد حتكون مقابله كبيره لاننا نتحدث عن ذهاب نصف نهائي رابطه ابطال افريقيا يعني هو لو نتكلم عن الدور في حد ذاته هو دور كبار يعني بين فريقين كبيرين في دور كبار يعني نصف النهائي اي فريق لما يوصل لنصف النهائي يعني خطوه قبل النهائي معنى هذا انه يملك فريق ومجموعه قويه لما نتحدث عن الاهلي التفاصيل واضحه. طيب هنكمل كلامنا طبعا عن هذه المباراه الهامه ما بين الاهلي وفاق ستيف لكن خلينا سريعا نروح ناخد كلمه مهمه جدا من كابتن محمود الخطيب النهارده طبعا بعد جنازه الكابتن صفوت عبد الحليم طبعا احنا عندنا نجم كبير جدا كابتن صفوت عبد الحليم توفيته المنيه بالامس يعني. انا كنت جايك يعني في الحديث انا يعني باسم الاسره الاعلاميه والاسره الرياضيه الجزائريه يعني بنوجه تعزينا الخالصه لاسره النادي الاهلي المصري وكل الاسر الرياضيه المصريه في فقدان الكابتن صفوت عبد الحليم وان شاء الله يكون من اهل الجنه ويرزق اهله الصبر والسلوان ان شاء الله. ان شاء الله نروح نشوف كلمه كابتن محمود الخطيب.
يعني في البداية يمكن في خلال الأسبوعين اللي فاتوا النادي الأهلي فقد ثلاثة من ولاده اللي تربوا جوه النادي، كابتن حازم كرم، كابتن عادل هيكل، كابتن صفوت أبو حليم رحمة الله عليه. يمكن الكابتن صفوت أنا يمكن يعني تزامنت معه في الملعب رحمة الله عليه، تزامنت معه في الملعب كتير يعني، فقربنا قوي من بعض. واللي أنا عايز أقول إن صفوت للي ما يعرفوش أو اللي ما شافش صفوت، صفوت واحد من أحرف من لعب الكرة في مصر، لاعب ما يتكررش تاني. الناس يمكن دلوقتي فاكرة مثلا إنيستا مثلا، هو صفوت ده كده، صفوت ده كان إنيستا، بس يمكن الفرق القوة والسرعة بس، لكن صفوت لعيب فعلا من اللعيبة ما تتكررش تاني. أنا شخصيا وأنا في الملعب كنت أحب أشوفه، أحب أتفرج عليه، وهو في الملعب معانا في الفرقة أنا بقى مطمن للنتيجة ومطمن للأداء، لأن صفوت فعلا يستطيع أن هو يعني يتحكم في الأداء. صفوت رحمة الله عليه إنسان خلوق جدا، صفوت إنسان بسيط جدا، إحنا كنا قريبين من بعض قوي، وما زلنا طبعا الحياة والموت فرقنا، أو الموت والحياة فرقتنا، لكن صفوت أنا يعني يمكن بقول لكل من ينتمي للنادي الأهلي جماهير ومسؤولين وأعضاء، بقاءوا لله وبقاءوا لله في ولاد واحد من ولادكم اللي كان الحقيقة من النماذج لعيبة الكرة اللي ما بتتكررش تاني يعني. صفوت كنا قريبين من بعض جدا، وصفوت في الملعب وخارج الملعب، والحقيقة مرض لفترة طويلة جدا، مرض دوت إن شاء الله بإذن الله يعني يكون دوت في ميزان حسناته ورفع درجات لي بإذن الله. لكن النهاردة لما وقفنا قدام القبر وجثمان صفوت نازل، الحقيقة قعدت أفكر في اللي احنا عايشينه، في الحياة اللي احنا عايشينها. قعدت أفكر وقلت يعني عايز أقول للناس كلها يا جماعة، الدنيا دي ساعة، حتى لو ساعة دي طولت شوية لكن هي ساعة، لازم نفتكر ربنا سبحانه وتعالى بيمهلنا كلنا. أنا بقول الكلام ده لنفسي وبقوله لأسرتي ولولادي والأهلي والإخواتي وكل اللي أنا بحبهم، اللي هو كل البلد وكل اللي بيحبوني. ربنا سبحانه وتعالى المدة قريب مننا كلنا، وربنا سبحانه وتعالى بيمهلنا عشان نحاول بقدر الإمكان يعني من أعمالنا، يمكن يا ربنا يعني يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، ونأمل في هذا وندعو كلنا لهذا يعني. فالدنيا مش دايما لحد، واللي دايما بس انك انت تبقى انسان تكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى، تعمل اعمال صالحه ان شاء الله. كل دوت انا بس بقول ان انا اللي انا شايفه في الحياه دلوقتي الصراعات يعني مش عايز اتدخل في حاجاتي، لكن ده كل ده ليه؟ ولغايه امتى؟ ده ممكن الدنيا في لحظه تنتهي، لغايه امتى يعني؟ فالبقاء لله. النادي الاهلي الحقيقه يمكن فخور بولاده وكل من ينتمي ليه، سواء على يعني على قيد الحياة أو توفاهم الله. كل رموزنا اللي توفاها الله، كل ولادنا اللي توفاهم الله، ورموزنا وكباتننا الكبار اللي رحلوا عننا، أعتقد بنفخر بيهم لغاية النهاردة. هو ده النادي الأهلي. النادي الأهلي دائما أبو فخور بولاده من 1907 لغاية إلى نهاية العمر يعني إن شاء الله يعني. ألف رحمة المرور على صفوت، لأن فعلا صفوت من الحاجات اللي أثرت فينا جدا النهاردة الصبح. ربنا يرحم طبعا كابتن صفوت عبد الحليم، وكلام كان مهم جدا من كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. ويمكن كابتن صفوت كان من أقرب المقربين لكابتن محمود الخطيب، ولما يكون حد بقيمة كابتن محمود الخطيب ومهارة كابتن محمود الخطيب بيقول إن كابتن صفوت عبد الحليم، والجيل الحالي أكيد ما اتفرجش على كابتن صفوت عبد الحليم بيقول عليه إن هو كان من أمهر اللاعبين اللي لمسوا الكورة في تاريخ مصر، وشبهه كمان بإنيستا زي ما كابتن زيزو كمان قال لنا مع بداية الحلقة.
فأكيد يبقى حاجة كبيرة جدا. ربنا يرحمه ويغفر له الرب ويسكنه فسيح جنته. أرجع لأستاذ خليل لعمش طبعا الناقد الرياضي وموفد قناة الهداف الجزائرية في القاهرة. كنا بنتكلم عن المباراة واستعدادات فريق أوفاق ستيف، لكن أنا عايز أسألك عن الفريق بالتحديد، وانه بعد ما خسر مباراه شبيبه القبائل اكيد من الناحيه المعنويه ممكن ياثر عليه شويه قبل مواجهه كبيره زي مواجهه النادي الاهلي، وايضا في المقابل هو دلوقتي متواجد في المركز السابع في بطوله الدوري الجزائري. هل كل الامور دي بتكون في اذهان اللاعبين والجهاز الفني هتاثر عليهم بشكل او باخر؟ يعني نفس السؤال انا وجهته لعدد كبير من لاعبي تقصي في عند رصد التصريحات منذ لقاء الشبيبة إلى غاية اليوم ده. يعني النقطة التي اجتمع عليها اللاعبون هي أن البطولة هي بطولة. بس قبل بس ما تكملي، احنا نتمنى بصراحة أنها تأثر عليه. انت تتمنى هو اكيد انت تتمنى ان المعنويات ما تكونش مليحه والفريق ما يكون متزعزع. يعني انا فاهم، ولكن بس انا في هذه النقطه يعني اود اوضح لك، يعني هو في مقابله شبيبه القبائل انا ما تحدثت، يعني لم اتحدث عن التحكيم عشان ابرر خساره وفاق ستيف. هو كان في اخطاء تحكيميه في تلك المواجهه. جمهور وفاق حاضر بقوه، جمهور الوفاق قناعة منه بأن لاعبيه أدوا ما عليه وبأن الفريق قدم ما عليه وكان أقرب للفوز، وبأن لولا تلك الأخطاء التحكيمية لكان فاز بتلك المواجهة. في نهاية اللقاء لاعب الوفاق خرج تحت التصفيقات، وجمهور الوفاق حمل راية كتب فيها بأن الوفاق لا يعرف المستحيل وبأنه إن شاء الله راح يواصل المسيرة من بلاد النيل. هذه الرسالة ما لم ترفع أثناء أو قبل المباراة، يعني بعد صافرة النهاية. الأكيد أنه أي لاعب لما يشوف صورة يشوف جمهور ويشوف رسالة معبرة مثل هذه أكيد سيترك الخسارة خلفه ويفكر فيما هو آت. وهذا شيء حدث أيضا في مقابلة نادي تيبي مازامبي في دوري المجموعات. هو الوفاق يتفرض عليه تعادل من تيبي مازامبي في الجوله قبل الاخيره في دوري المجموعات، وبعدها كانت الجوله الاخيره امام مولوديه الجزائر. يعني انك تسجل تعثر في بلادك وانت تلعب يعني اخر الحظوظ من اجل التاهل، المنطقي انه الفريق يتاثر، ولكن تصفيقات في تلك المواجهه ايضا. يعني انا اتذكر جيدا الصوره، يعني لاعب الوفاق مباشره بعد صافره النهايه ونهايه اللقاء 1-1 سقطوا على الارض. الجمهور الصيفي يعني جمهور الوفاق كله قام وتصفيقات حاره. اللاعبين يعني رد الفعل يعني قاموا وقفوا من جميعا من الارض، يعني لم يبقى اي لاعب على الارض، وتبادل تحيه مع الجمهور. وبعدين المعنويات ارتفعت الى اعلى مستوياتها، وتمكن الوفاق من انه يفوز على مولوديه الجزائر ويقتطع تاشيره التاهل. نفس الشيء حصل في مقابله شبيبه القبائل الاخيره. يعني في نهايه المقابله جمهور الوفاق على وعي بان لاعبي ان اللاعبين قدموا ما عليهم، وهناك مبررات لتلك الخساره، وحتى يعني وعي الجمهور بانه من غير المنطقي ان تطلب من لاعب انه يلقي بكل ثقله وكل تركيزه في لقاء في البطوله قبل ايام قليله عن مقابله هامه وفصيله في نصف نهائي رابطه الابطال الافريقيه. يعني الجمهور تقبل تلك الخساره وقدم دفعه معنويه للاعبين، تلك الدفعه المعنويه هي التي حضر بها لاعب الوفاق الى القاهره. طيب عايز اتكلم بالتحديد عن بدايات فريق وفاق ستيف في البطوله بصراحه كده، بالتحديد في دوري المجموعات. الطموح زاد واحده واحده، خصوصا البدايه كانت متعثره شويه بالنسبه لفريق وفاق ستيف. خسر اول مباراتين على ما اعتقد في البطوله دي او في دوري المجموعات بالتحديد، المجموعه اللي كان متواجد فيها. الطموح ابتدى يزيد مع اللاعبين بالوصول لدور الثمانيه، وكمان خصوصا ان هم كانت النتيجه معلقه لاخر مباراه في المجموعه. يعني أولا أكون معك صريح، يعني هو بعد في بداية هي أول جولتين لعبت تلعبوا في نهاية الموسم الماضي. تمام. يعني الوفاق كان في وضعية متزعزعة، يعني ما كانش في استقرار في الفريق. البداية كانت بخسارة برباعية في 4-1 في لوبومباشي أمام تيبي مازامبي. بعد تلك الجولة في الجولة الثانية أنصار الوفاق والوفاق كان يأمل أن يحقق
نتيجة تبقيه تبقي أمله في التأهل. جاءت المفاجأة بالخسارة أمام مولودية الجزائر في سطيف. دخل الوفاق مرحلة أخرى. الحظوظ الكلام يعني انقسم الرأي العام بين أنه الوفاق ممكن يرفع التحدي ويعود وناس أخرى تقول لك خلاص صفر نقطة في أول لقائين ومنهم واحد في داخل الديار. يعني الوفاق فقد حظوظ التأهل. من بين الناس وللشهادة رئيس النادي حسن حمار وبعض اللاعبين حافظوا على تلك الحظوظ. وبعدها حصل تغيير في تركيبة المجموعة وحصل تغيير في الطاقم الفني. جاء المدرب المغربي رشيد الطوسي. رشيد الطوسي في أول تصريحاته مباشرة بعد التوقيع وبعد اللقاء الذي كان له مع رئيس النادي قال بأنه الوفاق ما زالت له كل الحظوظ في التأهل وسنلعب إلى آخر دقيقة وإلى آخر رمق من أجل قطاع التأشيرة. هذا تصريح نقله في اجتماعاته الأولى مع اللاعبين. أعاد تلك الروح الحماسية للاعبيه. بعدها جاءت مقابلة دفاع الحسن الجديدة، فاز الوفاق في سطيف. وبعدها مشي إلى المغرب، تعادل بنكهة خسارة رغم أنه لعب خارج الديار، لعب في المغرب، بس عشان موقف الفريق وعشان الطريقه اللي لعب بها الوفاق كان قريب جدا من انه يعود بالنقاط الثلاث من كان اقرب يعني للتهديف في المباراه. بعدها كانت مقابله تيبو مازامبي اللي حكيت لك عليها والموقف اللي حصل من الجمهور. الحصل من الجمهور مع الحماس اللي بعثه المدرب رشيد الطوسي في المجموعه مع الايمان والقناعه اللي بدات طلعت يعني ارتفعت مع بمرور الجولات بانه المجموعه الحاليه لوفاق سطيف من لاعبين وبعوده القائد عبد المؤمن جاب اللي كان له اثر ايجابي كبير في المجموعه، حتى هو فنيا عبد المؤمن جابه من احسن اللاعبين في الجزائر. اعتقد يعني كنتوا بتشبهوه هناك بخليفه ابو تريكا اعتقد يعني في مهاراته او حاجه كده، يعني كنت اسمع دايما ان هو في الجزائر يقول لك ميسي الجزائر لانه في طريقه لعبه وفي فنياته اشبه لميسي عنده يسراه. هو حتى وزنه عبد المؤمن جابه في فريقنا هو وزن كبير حتى مع زميله ومع اللاعبين حتى في قيادة الفريق عنده لمسة خاصة. هذه العوامل جعلت الوفاق يعود بقوة في رابطة الأبطال الإفريقية ويحقق تأهل بفوز خارج الديار أمام مولودية الجزائر في لقاء فاصل. يعني المولودية المقابلة الأخيرة لن تكون مقابلة شكلية بالضبط، يعني لو كانت المولودية كان بإمكانها الفوز وتنتظر تعثر نادي تيبي مازامبي ممكن تعدي المولودية، لكن الوفاق هنا كانت يعني خطوات ابتدى الوفاق يحلم. طيب. يحلم يعني من مقابل المقابلة طموح ارتفع ابتدى يزيد. ابتدى يزيد. من وجهة نظر الجهاز الفني لفريق الوفاق وانت اكيد قريب منهم جدا، هم شايفين مين اخطر لاعبي النادي الاهلي من وجهة نظرهم؟ هما مش حنحصرها في اسماء، هما الطاقم الفني وخاصه المدرب رشيد الطوسي بيقول لك الاهلي يبقى الاهلي، ولكن يكمل لك العباره بالوفاق يبقى الوفاق، الاهلي عالمي والوفاق عالمي. هو هذا كلام عقبه قويه قوي بتاعت الوداد يعني. ولبس انا جايك في يعني في الكلام عن اللاعبي الاهلي. هما في لاعبين الوفاق اصلا يعرفهم. يعني لو ناخذ مثلا وليد ازار واحد نجوم النادي الاهلي. رشيد الطوسي من المغرب ويعرف وليد ازار جيدا. علي معلول تمام. علي معلول واجه الوفاق في 2014. واجه الوفاق ذهابا وايابا. تمام. سجل في سطيف وسجل في صفاقس. طب دي بوشة تخلي دي بوشة تخلي لنادي الاهلي. ايوه بقول لك بوشة تخلي ان شاء الله يسجل هنا وهناك. بس ان شاء الله يعني الطوسي حياخذ بالنقطه دي يعني ويحط اللاعب المناسب اللي راح صعب عليه معلول لاعب كبير جدا يعني. اكيد كويس جدا يعني. هو عنده يسرى يعني فنيته طبعا ربنا يحميه كده ويكرمه ان شاء الله في الماتشين. ان شاء الله الله يحميه. بس انا ما حواصلك يعني حتى تركيب يعني النادي يعني علي معلول ايضا سليف قال كوليبالي اللي واجه وفاق سطيف ايضا مع نادي تيبي مازامبي في 2014. ونمشي من التركيبه للمدرب باتريس كارتينو يعرف وفاق سطيف جيدا،
وفي المقابل ايضا الطوسي يعرف جيدا الكره المصريه على العموم، لانه سبق له ان واجه يعني انديه مصريه لما كان مع الوداد البيضاوي، ولما كان مع المغرب الفاسي، وحتى لما كان مع المنتخب لما كان مدرب مساعد المنتخب، سبق له ان جاء الى القاهره وواجه المنتخب المصري في تصفيات مونديال 1998 على حسب ما اعتقد. يعني الاوراق مكشوفه والنجوم نجوم الاهلي واضحه، يعني مؤمن زكريا ووليد سليمان زي ما قلت زي ما قلنا علي معلول يعني انا مشيت معك في الكلام. طيب يعني بالمواسم خليني سريعا اروح لزميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي واللي متواجد في هذه اللحظات في استاد السلام والمران الاخير للنادي الاهلي، وبعد كمان المؤتمر الصحفي الخاص بمستر باتريس كاتيرون وكابتن حسام عاشور. يا كيمو مساء الفل عليك. مساء الفل عليك يا زميلي امير، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل الساده المشاهدين وبالاستاذ طبعا خليل المتواجد معاك في الاستوديو. اهلا بك يا كريم، طمنا كل الاخبار الخاصه بفريق النادي الاهلي قبل المواجهه الهامه جدا امام فريق كاوفاك ستيف. اكيد المران زمانه ابتدى، قول لنا المران اخباره ايه حتى الان، التصريحات بتاعت مستر باتريس كارتيرون مؤتمر صحفي، يعني قول لنا كل التفاصيل يا كيم. يمكن التعدادات على القدم الوثاق بالنسبه لكل الجهات طبعا اللي بتشرف على المباراه، سواء الجهه المكلفه ان هي تكون متواجده بتعيين الملعب بكل الامور الخاصه بالملعب، لعيبه النادي الاهلي، الجهاز، مجلس الاداره، الكل بيعمل بشكل كبير جدا. لعيبه النادي الاهلي عندها هدف ان شاء الله وهو الحصول على هذه البطوله ان شاء الله. قلنا يا امير خطوات بسيطه ان شاء الله باذن الله، 180 دقيقه مجموع المباراتين ان شاء الله ياهلونا باذن الله للمباراه النهائيه. اكلم معاك على المؤتمر الصحفي النهارده اللي كان فيه الساعه 5:30 بحضور مستر باتريس كارتيرون المدير الفني وايضا كابتن حسام عاشور كابتن فريق النادي الاهلي. التساؤلات المعتاده يعني طبعا يمكن ماكينه سالت كابتن باتريس على الاصابات، قالوا له هل انت عندك عدد من الاصابات وعدد من الاجابات، هل هيكون ده ليه تاثير على فريق النادي الاهلي؟ يمكن في اجابه مختصره جدا قال انا ما عنديش اصابات والكل جاهز لتاديه هذه المباراه. يمكن سال كمان على القرار حضور الجمهور من عدمه، وايضا كمان سال هل ده يبقى ليه تاثير كبير عليك، قال طبعا بس يا كريم بعد اذنك، بس هو احنا اوريدي يعني مستر باتريس كارتيرون صراحة قال ان مفيش اصابات ولا قال ان في اصابات؟ احنا عندنا سعد سمير وميدو جابر وعمرو السولاني. طبعا هو بيتكلم طبعا على السؤال على القائمه الحاليه يعني المتواجده هنا لنادي فاق كتير. يمكن السؤال كان يعني اللي هو هل انت الاصابات اللي بتشتكي منها او الاصابات اللي عندك دي بالظبط اللي هتاثر عليك وكده، فيمكن مستر باتريس جاوب اجابه صارمه شويه، قال لا انا كل لعيبتي جاهزه الحمد لله وما عنديش اي اصابات. لكن زي ما بقول لك كمان اتسال على الجمهور، قال انا القرار طبعا بحترمه، لكن كل المباريات لو الجمهور بيتحكم فيها او الجمهور ان هو بياخد عقوبه عليها، كان جمهور كتير جدا او جماهير كتيره جدا تمت معاقبتها في التدريبات وليس في المباريات، قال لك ان احنا بنحترم هذا القرار وخلاص لابد ان احنا نأدي هذه المباراه سواء بحضور الجمهور او بعدم كمان حضور اي من الجمهور، لابد النادي الاهلي عنده هدف وهو الوصول ان شاء الله للمباراه النهائيه. اسئله ايضا كمان يعني الجمهور ان شاء الله في محاولات يا كريم، يعني ان شاء الله الامور يعني في اللحظات دي في محاولات، لكن يعني انت خطى هذه الجزئيه ايه برضه بقيه التصريحات في المؤتمر الصحفي؟ بالظبط يعني يمكن طبعا بكلمك على يمكن نتكلم على الملعب، ارضيه الملعب بالنسبه له وفاق ستيف اتسال هل هيبقى ارضيه الملعب انتوا بتلعبوا على الملعب ده بشكل كبير بالنسبه لبطوله الدوري؟ لا يساعدكم بشكل كبير. مستر باتريس قال احنا لعبنا في مباريات كثيره جدا في البطوله الافريقيه في ملاعب سيئه جدا، الملعب سواء لينا او علينا ده على الفريقين، لكن احنا مركزين وعندنا هدف هو الحصول على ان شاء الله ان شاء الله من خلال المباراه دي ومباراه ال 180 دقيقه ان شاء الله بشكل عام. اروح معاك سريعا لتدريب فريق النادي الاهلي، محاضره سريعه بقراءه الفاتحه كالمعتاد كل المباريات قبل انطلاق التمرين النهارده. شايفين مربعات بين اللعيبه، شايفين الحراس بتحاول ان هي تؤدي، لسه يمكن التمرين كان المفروض يبدا في الساعه السادسه لكن بدا من ثلاث دقائق او اربع دقائق امير. تمام. لكن زي ما بقول لك الامور ان شاء الله تكون مهيئه باذن الله للنادي الاهلي غدا في الساعه 9 على استاد السلام. ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي يحقق انتصار كبير يصعده في مباراه فاق كتير ان شاء الله خلال الايام القادمه ان شاء الله. كريم، البرنامج الخاص بالفريق لحد ميعاد المباراه بكره هيكون ماشي ازاي؟ يمكن النهارده طبعا بعقب انتهاء التمرين هيكون متوجه كل باعي الفريق النادي الاهلي الى فندق الاقامه القريب هنا من استاد السلام. غدا ان شاء الله هيكون في غداء في الساعه 2 ظهرا، محاضره فنيه اخيره في الساعه 5:30، على ان يتوجه باطن النادي الاهلي الى استاد السلام في الساعه 7:15. ان شاء الله ينقص كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الغد. زميلي امين، الاجتماع الفني اتعمل النهارده يا كريم؟
الاجتماع الفني كان صباح اليوم بجانب المؤتمر الصحفي. لسه كمان احنا انتهينا من المؤتمر الصحفي الخاص بمستر باتريس، لكن مؤتمر كابتن رشيد الطاووسي المدير الفني لفريق نادي وفاق الصيف هيكون فيها الساعه 8:30 ان شاء الله، يكون تدريب لوفاق الصيف الاخير. لكن زي ما بقول لك ان شاء الله باذن الله عندنا ثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي باذن الله يكونوا موفقين ونحصل على هذه المباراه الجميله قوي ان شاء الله. زميلي وصديقي العزيز كريم احمد بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا، وطمنا او طمني انا بالتحديد عن فريق النادي الاهلي قبل المباراه ان شاء الله غدا. طيب كنا بنتكلم عن المباراه بشكل عام عن فريق افاق ستيف، لكن عايز اتكلم شويه في التشكيل الخاص بفريق افاق ستيف. قبل ما نتكلم في التشكيل الاستراتيجيه الخاصه بكابتن رشيد الطاووسي المدير الفني المغربي لفريق افاق ستيف الجزائري، الاستراتيجيه اللي هيلعب بيها مباراه الذهاب وخصوصا هي خارج الارض ممكن تكون ازاي؟ هو مش ممكن يعني اننا نتوقع يعني حقيقه الطريقه اللي هيعتمدها الكابتن رشيد الطاووسي. النقطه التي تحسب لرشيد الطاووسي انه منذ التحاقه بفاق سطيف التمسنا انضباط تكتيكي فوق الميدان، تمام، يعني هذه النقطه كانت ربما مفقوده مع روح المجموعه مع الروح الحماسيه، بس لم بعد التحاق المدرب رشيد الطاووسي الوفاق اصبح يلعب بانضباط تكتيكي واضح. هذه النقطه انه يعتمد يعني نتوقع دخول الوفاق يعني طريقه دفاعيه لما مثل ما لعب في الوداد لو زي ماتش الوداد في المغرب مستبعده مستبعده هذه النقطه بستبعدها، يعني هيبقى في مجازفه انا استبعد ما تكونش يعني انه الوفاق مش لن اتوقع ان الوفاق يدخل بطريقه هجوميه خالصه ولا بطريقه دفاعيه خالصه كما فعل في لقاء الوداد. وهذا ما افسره بان الضغط الذي كان في لقاء الوداد وحسابات لقاء الوداد تختلف عن الحسابات الموجوده في لقاء الغد ان شاء الله امام النادي الاهلي المصري، لان مقابله الغد هي مقابله قبل التدارك في الصيف، تمام، وما فيهاش ضغط الحسابات اللي كان في مقابله الوداد. الوفاق دخل مقابله الوداد عنده هدف مقابل صفر، نتيجه ايجابيه متفوق فيها، دخل يدافع عليها. في مقابلة غد إن شاء الله الوفاق سيبحث عن نتيجة إيجابية يعود بها بطموح التأهل، تمام، يعني لو من غير ممكن أن نتوقع أن الوفاق يلعب بنفس الطريقة اللي يلعب بها أمام نادي الوداد. أنا ممكن يعتمد على مباراة كازابلانكا لأن الحسابات تختلف والمعطيات تختلف والهدف مختلف، يعني ممكن الوفاق غدا إن شاء الله حيلعب ممكن البلوك، تمام، يلعب بكتله في وسط الميدان عشان عارفين يعني انه الاهلي مش حيزود العدد تموقع اللاعبين، ممكن يكون هناك كتله دفاعيه لابعاد الضغط النادي الاهلي المصري على مرمى الحارس الزغبي. هذه نقطه متوقعه، بس في نفس النقطه يعني هذا لا يعني بانه الوفاق سيركن الى الخلف. انا هذه نقطه استبعدها يعني في قراءتي لطريقه لعب رشيد الطاووسي يعني منذ وصوله، يعني ما هو ليس من المدربين الذين يعتمدون اللعب السلبي. بس احنا شفنا ده في مباراه، انا اتفرجت على مباراه افاق ستيف والوداد هناك في كازابلانكا بس كان في دفاع او تحفظ دفاعي كبير، وخصوصا ان هو في مباراه الذهاب كان فاز 1-0 وكان نجم المباراه كمان مصطفى زلمه، فبالتالي ممكن يلجا لهذه الطريقه ايضا بكره. لا هذه انا قلت لك انها مستبعده لسبب انه الحسابات تختلف. في لقاء الوداد البيضاوي الوفاق دخل بنيه الحفاظ على نتيجه المحققه في الذهاب وامتصاص ضغط الوداد، يعني المقابله كانت فاصله 90 دقيقه تسيرها تتفادى هدف تكون ان شاء الله في النصف النهائي، وهذا اللي حدث. مقابله الغد حسابات اخرى، الوفاق يبحث عن نتيجه، الوفاق غدا ان شاء الله ممكن يكون طامع في الفوز، مش لانه حتى يعني لو عاد بنتيجه 0-0 هي نتيجة هي نتيجه مفخخه و ما تسجلش وتمشي تلعب مقابله فاصله، الضغط راح يكون عليك اكثر في لقاء الاياب،
لا مفيش ان شاء الله. انا ما اتمناش. طيب انت شايف ان فريق وفاق ستيف محظوظ في مباراه الوداد الاخيره بالتحديد في ظل التوفيق الكبير اللي كان عند مصطفى زغبه في هذه المباراه؟ انا يعني شفت جيبور مهاجم الوداد ضيع كور ما تضيعش بصراحه، والراجل كان موفق جدا وحارس مميز بصراحه مصطفى زغبه. شايف ان فريق وفاق ستيف كان محظوظ في تخطي هذه العقبه ووصول دور نصف النهائي؟ انا هاخذ من كلامك نصف ثاني انه زغبه كان موفق، لانه الحظ كان موفق. الحظ يبقى نسبي في كره القدم. هو شال بصراحه اجوان ما شالش، يعني هو عمل 11 تصدي حاسم، وتصديات مصطفى زغبه في تلك المقابله كانت ناجحه 100% بصراحه. وهذه نقطه تحسب ليه وفي تركيزه العالي في تلك المقابله. انا ما ربطهاش بالحظ، لانه مصطفى زغبه جزء من الفريق. يعني لو مصطفى زغبه نفرض مثلا انه ارتكب خطا بدائي وتسجل الهدف، حيحسب على وفاق ستيف على حارسه. حارس الوفاق في تلك المقابله كان في احسن حالاته. حتى المنظومه الدفاعيه اللي اعتمدها رشيد الطرسي كانت موفقه الى ابعد الحدود، رغم انه تقبل الوفاق اللعب وضغط تلك المقابله. النقطه اللي يجب الانتباه اليها ايضا أن الخط الهجومي لنادي الوداد خط من اعلى من افضل الخطوط الهجوميه في الانديه المشاركه في رابطه الابطال الافريقيه الحاليه. يعني هو فريق يسجل وعنده مهاجمين في المستوى وعنده فعاليه. هدف للفريق واحد، يعني معظم اللاعبين احرزوا اهداف في بطوله دوري ابطال افريقيا. يعني اي لاعب في نادي الوداد ممكن يسجل لك، واستعادوا يعني نجمهم النجم الاول جيبوه في تلك المقابله. طبعا يعني انا بحسبها لمصطفى زغبه في لقاء الوداد، يعني اكثر ما احسبها للحظ. طيب قبل ما نروح نتكلم في تشكيل فريق وفاق ستيف المتوقع لمباراه الغد امام النادي الاهلي ان شاء الله، خلينا نروح ناخد ردود افعال جمهور النادي الاهلي على صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا سواء فيسبوك او تويتر او انستغرام. وكان سؤال حلقتنا النهارده هو ايه رسالتك اللي حابب تقولها للاعبي النادي الاهلي قبل هذه المباراه الهامه جدا جدا امام فريق وفاق ستيف؟ نبتدي بفيسبوك. محمود عبد الحفيظ قال العب برجوله متع الكوره افريقيا للكبار وانت يا اهلي الاسطوره. دي طبعا الرسائل الخاصه بمشجعي وجماهير النادي الاهلي. مورا صبري قال حاربوا على البطوله وافتكروا دايما ان افريقيا للكبار وانتم اسياد افريقيا. مهند البنداري قال العبوا برجوله زي ما متعودين منكم دايما وحاربوا على بطوله افريقيا ولازم ان شاء الله ترجع لدولاب بطولات الاهلي ان شاء الله، لان ده المكان الطبيعي والمفضل ليها وتفرحونا. ربنا معاكم ان شاء الله نحقق فوز مريح هنا قبل العوده. وتحياتي ليك يا امير، تحياتي ليك يا مهند. ايضا رضا حسن قال لو سمحتم لا تستخفوا بوفاق ستيف فهو فريق عنيد، ده اكيد، وخصوصا على ارضه وسط جمهوره، فنرجوكم حققوا نتيجه مطمئنه في مباراه الذهاب حتى نستريح في مباراه العوده ارجوكم. ابو عمار قال لازم نكون رجاله، لازم نقاتل على كي نخرج بنتيجه ايجابيه، بالتوفيق ان شاء الله التسعه يا اهلي. اسلام يحيى قال خلاص هانت ان شاء الله البطوله اهلاويه، تعبتوا كتير بس ان شاء الله ربنا يديكم على قد تعبكم. محمد محيي قال ربنا معاكم يا رب تحققوا المكسب وان شاء الله افريقيا في الجزيره السنه دي ان شاء الله يا رب. محمد عصام قال احنا من الاخر عايزين البطوله دي ما تخرجش من النادي لاننا اشتقنا ليها بجد، موتوا نفسكم على الكوره علشاننا، ده اكيد ان شاء الله. ودي رساله موجهه للاعبي النادي الاهلي. انا هيما قال الاهلي فوق الجميع ان شاء الله، روح الفانيلا الحمراء تنتصر دايما، احنا اسياد افريقيا. شاذلي قال التاسعه يا اهلي، السادسه يا عاشور، عشان عاشور طبعا حقق 5 القاب دوري ابطال افريقيا. محمد علي العبوا برجوله على قلب رجل واحد، ربنا معاكم. شعبان مصطفى قال افريقيا يا اهلي. حسن عبد الكريم قال عاوزين روح الابطال. احمد حماده قال التاسعه يا اهلي. محمد خالد قال ربنا معاكم وان شاء الله تشرفونا. نروح بقى لتويتر ونشوف جمهور النادي قال النادي الاهلي قال ايه. اسماء فارس قالت ربنا معاكم ان شاء الله الفوز من نصيبكم. محمد طارق قال فوز يا ابطال. احمد ابو تريكه قال احنا واثقين انكم قد المسؤوليه وانتم رجاله بجد وهتجيبوا لنا الكاس باذن الله ان شاء الله. محمود الصغير قال الله معكم لا بديل الفوز باذن الله تعالى. محمد صميده قال خلوا عينيكم على النسر الاهلي وحلق عالي يا نسر الاهلي. محمد عبد الهادي قال عايزين رجوله في الملعب وانتوا قدها ان شاء الله.
مجدي الشرقاوي قال العبوا برجوله وروح الفانيلا الحمراء واستعيدوا مكانه الكيان في القاره. عبد الله السنوسي قال خليك فاكر ان منصات التتويج صنعت من اجلكم، قاتل حتى تصل الى مبتغاك. افريقيا يا اهلي. اكرم محمود قال حاربوا على البطوله بشرف شعب الاهلي، مستني الفرحه من زمان، ربنا معاكم. محمود فهمي قال كونوا ابطال كما عاهدناكم. ونروح بقى لانستجرام ايضا، وقال عمرو احمد راضي انهم يركزوا وبالتوفيق دايما لكم وان شاء الله تاخدوا البطوله. عبد الكريم حسن قال عايزين نروح الفانيلا الحمراء وروح الابطال في الملعب. ومحمود قال عايزين رجاله في الملعب زي ما تعودنا منكم، ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. سريعا يا استاذ خليل، تشكيل المتوقع لفريق اوفاق الصيف. هو لو التشكيل يعني متوقع، الحسابات الاخيره هتضبط اليوم يعني بعد حصه الميران الاخير لنادي وفاق الصيف في ملعب السلام اللي هيحتضن هذه المقابله. ولكن التشكيله يعني هي مكتمله بالنسبه لرشيد الطوسي، يعني التركيبه الدفاعيه واضحه يعني تقريبا بنسبه كبيره هي نفس. يعني عايزين نقول اسماء كده سريعا، يعني مثلا مصطفى زغبة ده ما فيش خلاف عليه في حراسه المرمى، حتى في الدفاع يعني الامور واضحه في عده مقابلات، يعني رضواني فرحاني ربما بربيعي ومع بدران في المحور. هي تركيبه دفاعيه لم تتغير، هي ثابته يعني منذ تقريبا بدايه الموسم. يعني رضواني في باك رايت، رضواني وفرحاني هما ظاهرين يعني، وهما يعني لاعبين جدد في التعداد واثبتوا يعني قيمتهم الفنيه وادوا ما عليهم يعني منذ بدايه الموسم. هذا اللي خلاهم يعني قطعتين اساسيتين منذ بدايه الموسم. يعني في وسط الميدان الحلول كثيره، ما تقدرش تتوقع رشيد الطوسي حيعتمد مين وحيخلي مين. لكن الاقرب يعني دياموندي مثلا ممكن يبتدي، هو عنده سيدهم اسلا وعيبود، يعني خيارات في الدفاع في وسط الميدان الدفاع. اكرم تحنيط لاعب تنشيط، عبد المؤمن جابو ما فيش خلاف أكيد. يعني اكيد اخطر لاعب هو في فريق اوفاق الصيف، مش على الاخطر يعني هو احسن لاعب ويمكن احسن لاعب في الجزائر محليا. تمام يعني مؤمن جابو ومعاه مين قدام؟ يمكن يكون الهداف الفريق اللي حيعود ان شاء الله بعد ما تعافى، وكان مصاب في شبيبه القبائل. نتوقع عوده ان شاء الله الحبيب بوغلمونا. حسام غشه ان شاء الله راح يكون اساسي، وحتى يعني يبقى بين حسام غشه وبكير، يعني اسلام بكير في اختيار، يعني عنده اختيارات يعني هجوميه موجوده. اوكي اخيرا توقعاتك لمباراه الذهاب؟ انا بتوقعها مقابله صعبه على الفريقين، يعني هو النتيجه صعب يعني لو توقع يعني كم حيسجل وكم. لو شفنا نص ساعه من المقابله يعني في بدايتها احنا حقول لك يعني احساسي الوفاق حيعود نتيجه. طب ان شاء الله الاهلي هو اللي حيفوز برضه. حتى لو يفوز يعني 3-2 وبعدين هي واحده. طيب استاذ خليل العمش طبعا الناقد الرياضي والصحفي بجريده الهداف الجزائريه وموفد قناه الهداف هنا في القاهره مع بعثه وفاق الصيف، انا بشكرك شكرا جزيلا نورتنا. انا بشكركم، انا شكرا جزيلا على هذه الاستضافه، وسعيد بتواجدي معكم مره اخرى، وسعيد بتواجدي هنا في مصر ومع وسط الشعب المصري. احنا يعني في الاخير يعني نبقى اخوه، هي ما هي الا مقابله في كره القدم. طبعا ونتمنى ان شاء الله انها تكون منبر مثل هذا المنبر لتاكيد الاخوه والعلاقات العميقه بين الشعبين المصري والجزائري ان شاء الله. وبتوفيق للفريقين يعني بكل روح رياضيه للاهلي المصري والله للوفاق الصيف واللي طلع منهم يعني للاهلي النهائي ان شاء الله. كل التوفيق ليه بس بعد المباراتين دول ان شاء الله. بشكرك، انا بتمنى يعني التوفيق للوفاق في مقابلتين يعني. بشكرك استاذ خليل. طبعا دي كانت حلقتنا النهارده من برنامج كلام في الميديا، اكيد اتكلمنا في العديد من الامور وبالتحديد كمان مباراه الاهلي وفاق ستيف. هذه المباراه الهامه جدا، كل التوفيق اللي في النهايه للنادي الاهلي في مباراه الغد ان شاء الله تكون نتيجه مريحه للنادي الاهلي قبل مباراه العوده في الجزائر، وان شاء الله اللاعبين والجهاز الفني يكونوا موفقين. دي كانت حلقتنا النهارده، استنونا وحلقه جديده من برنامج كلام في الميديا. الى اللقاء. يعني في البدايه يمكن في خلال الاسبوعين اللي فاتوا النادي الاهلي فقد ثلاثه من ولاده اللي اتربوا جوه النادي، كابتن حازم كرم، كابتن عادل هيكل، كابتن صبطه وحليم رحمه الله عليهم.
يمكن الكابتن صفوت انا يمكن يعني تزاملت معه في الملعب رحمه الله عليه، تزاملت معه في الملعب كتير يعني، فقربنا قوي من بعض. واللي انا عايز يمكن عايز اقوله، عايز اقول ان صفوت للي ما يعرفوش او اللي ما شافش صفوت، صفوت واحد من احرف من لعب الكره في مصر، لاعب ما يتكررش تاني. الناس يمكن دلوقتي فاكره مثلا انيستا مثلا، هو صفوت ده كده، صفوت ده كان انيستا، بس يمكن الفرق القوه والسرعه بس، لكن صفوت لعيب فعلا من اللعيبه ما تتكررش تاني. انا شخصيا وانا في الملعب كنت احب اشوفه، احب اتفرج عليه، وهو في الملعب معانا في الفرقه انا بقى مطمن، مطمن للنتيجه ومطمن للاداء، لان صفوت فعلا يستطيع ان هو يعني يتحكم في الاداء. صفوت رحمة الله عليه إنسان خلوق جدا، صفوت إنسان بسيط جدا، إحنا كنا قريبين من بعض قوي، وما زلنا طبعا الحياة والموت فرقنا، أو الموت والحياة فرقتنا، لكن صفوت أنا يعني يمكن بقول لكل من ينتمي للنادي الأهلي، جماهير ومسؤولين وأعضاء، بقاء الله وبقاء الله في ولاد واحد من ولادكم اللي كان الحقيقه من النماذج لعيبه الكوره اللي ما بتتكررش تاني يعني. صفوت كنا قريبين من بعض جدا، وصفوت في الملعب وخارج الملعب، والحقيقه مرض لفتره طويله جدا، مرض دوت ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله يعني يكون دوت في ميزان حسناته ورفع درجات لي باذن الله. لكن النهارده لما وقفنا قدام القبر وجثمان صفوت نازل، الحقيقه قعدت افكر في اللي احنا عايشينه، في الحياه اللي احنا عايشينها. قعدت افكر وقلت يعني عايز اقول للناس كلها يا جماعه، الدنيا دي ساعه، حتى لو ساعه دي طولت شويه لكن هي ساعه، لازم نفتكر ربنا سبحانه وتعالى بيمهلنا كلنا. انا بقول الكلام ده لنفسي، لنفسي، وبقوله لاسرتي ولاولادي والاهلي ولاخواتي وكل اللي انا بحبهم، اللي هو كل البلد وكل اللي بيحبوني. ربنا سبحانه وتعالى المده قريب مننا كلنا، وربنا سبحانه وتعالى بيمهلنا عشان نحاول بقدر الامكان يعني من اعمالنا، يمكن يا ربنا يعني يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، ونامل في هذا وندعو كلنا لهذا يعني. فالدنيا مش دايما لحد، واللي دايم بس انك انت تبقى انسان تكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى، تعمل اعمال صالحه ان شاء الله. كل دوت انا بس بقول ان انا اللي انا شايفه في الحياه دلوقتي، الصراعات وال يعني مش عايز اتدخل في حاجات دي، لكن ده كل ده ليه؟ ولغايه امتى؟ ده ممكن الدنيا في لحظه انتهي، لغايه امتى يعني؟ فالبقاء لله. النادي الاهلي الحقيقه يمكن بفخور بولاده وكل من ينتمي ليه، سواء على يعني على قيد الحياه او توفاهم الله. كل رموزنا اللي توفاها الله، كل اولادنا اللي توفاهم الله، ورموزنا وكباتننا الكبار اللي رحلوا عننا، اعتقد بنفخر بيهم لغايه النهارده. هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما هبقى فخور بولاده من 1907 لغايه الى نهايه العمر يعني ان شاء الله يعني. الف رحمه ممنوره على صفوت، لان فعلا صفوت من الحاجات اللي أثرت فينا جدا النهارده الصبح.